أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. حسنا، نبدأ الآن أو نكمل الآن. في أي طريقة أيها الكرام نتعلم اللغة العربية؟ يعني أنا في هذا السؤال أريد المشاركة، أريد المشاركة منكم جميعا. ها، من يحب أن يشارك؟ أستاذة، صوتك ينقطع. وبالممارسة والاستماع، الاستماع والممارسة يصبح الطالب أو المتعلم قادر على النطق باللغة العربية نطقا صحيحا خالي من الشوائب، وأظن أن هذه هي الطريقة المغربية في التعلم، يعني طريقة أهل المغرب في ممارسة اللغة العربية بصفة عامة والأدب بصفة خاصة. يقومون على نهج التلقي، هم يتلقون كم هائل من النصوص النصوص باللغة العربية الفصحى، فيتخزن أو يتكون لديهم قاموس لغوي صحيح في أذهانهم، ومن ثم تبدأ مرحلة الممارسة، وهي ليست مرحلة منفصلة عن التعلم، يعني كلاهما يسيران في طريق متوازي وليس بالتوالي. فأظن أن هذه هي الطريقة المثلى، علينا في البدء أن نستمع. طبعا خير مثال لدينا أو خير مصدر للغة العربية هو القرآن، فعلينا أن نستمع استماعا جيدا إلى القرآن حتى ندرك أو نتلفظ الألفاظ تلفظا صحيحا، ومن ثم تتشكل لدينا مهارة التكلم والتحدث باللغة العربية. هذا فقط ما أردت وددت المشاركة به. تمام، أستاذة شيماء بارك الله فيك، مداخلة طيبة جدا. ما فيك بارك. ولغتك العربية جميلة، يعني تتحدثين العربية بطلاقة تقريبا. جزاك الله خيرا، أحاول بس في الأمر. شكرا لك على كل حال، شكرا لك جزيلا. إذا نحن أمام مشكلة تحدث لنا نحن المسلمون. طيب، سننتقل إلى يعني شريحة مهمة جدا وموضوع مهم جدا. ربما يقول قائل اليوم: نحن اليوم في عالم اللغة الإنجليزية، كل شيء يحيط بنا لغته إنجليزية، اللغات الأجنبية هي لغة القوة وهي لغة السيطرة وهي لغة الأمة الغالبة الآن، الأولاد يتلقون تعليمهم في أغلب المدارس الأجنبية باللغات الأجنبية، لغة العلم، لغة الطب والفلك وحتى لغة الإعلام والسوشيال ميديا اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي هي اللغة الإنجليزية. فنحن محاطون بسيل هائل من عدة لغات أجنبية، ربما يعني تتطلب منا الجامعات أن نتقنها، يتطلب منا سوق العمل أن نتقنها. فهل يمكن في ظل هذه الإحاطة المهيبة لطفل ما أن يتقن اللغة العربية؟ ما رأيكم؟ يعني هذا سؤال لإثارة الذهن، أنا أريد أن أسألكم، يعني أريد الإجابات منكم، ما رأيكم في هذا الأمر؟ الأستاذة سارة تفضلي معنا. نعم، كان هناك منشور لتجربة لأب وأم. كان الأب يتحدث مع الطفل باللغة العربية الفصحى، وكانت الأم تتحدث برامية. نعم النتيجة أن الطفل بعد فترة بدأ أن يمكنه أن يتحدث بالفصحى ويمكنه أن يتحدث بالعامية، لأنه ربط أن ربما هذه مثلا عربية، فأمي تقول إنها عربية ولكن أبي يقول إنها سيارة، وبالتالي ربط أن
أن الاثنين لهما نفس المعنى، حتى تركيب الجمل ينتقل فيها من العامية إلى الفصحى والعكس دون صعوبة. أعتقد أن ذلك دور الأب والأم هو دور مهم مهم جدا، حتى لا نعم ينفصل الطفل عن العالم الذي يعيش فيه، وفي نفس الوقت لا يفقد لسانه الفصحى. نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. الأستاذ أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أراد الطفل مثلا أن يتقن اللغة العربية، أولا أن يكون المعلم هو الذي يتقنها، ثم الأم والأب، ثم مشاهدة الأفلام الكرتونية، ثم قراءة القصص، لأن خاصة القصص المشوقة والملونة هذه كلها تساعد الطفل في إتقان اللغة العربية نعم إذا توفرت هذه الظروف. توفرت الظروف، المعلم، الأب نعم والأم، الأفلام الكرتونية، قراءة القصص، وزيادة على التمثيل، مثلا الذي يستعمله المعلم مثلا في أن يقوم التلاميذ مثلا بتمثيل باللغة العربية، هذا يجعل الطفل يحب هذه اللغة ويحب الكلام بها. نعم نعم أحسنت وشكرا. أستاذ، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب سنعرض الآن لتجربة مهمة جدا حدثت في عالم اليوم المعاصر لطفل اسمه باسل. هذا الطفل ولد عام 1977 بعد 5 أشقاء، كان هو السادس، وكان أبوه قد قرر أن يجري عليه تجربة. قرر أبوه أن يتحدث معه باللغة العربية الفصحى منذ أن كان عمره يوما واحدا، أي من مرحلة الصراخ التي قلنا عليها فوق في الطريقة الفطرية لاكتساب اللغة. تمام، وبدأ الرجل في أن يحدث ابنه باللغة العربية الفصحى منذ اليوم الأول، وإذا به يصل إلى السنة الثالثة من عمره، الثالثة، طفل عنده 3 سنوات يتحدث اللغة العربية الفصحى بدون أي أخطاء، يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ويجزم المجزوم فقط عن طريق الحديث مع الأب طوال هذه السنوات باللغة العربية فقط. ولكن كان شرطا أساسيا أن يتحدث الأب يعني بلغة عربية سليمة قويمة لا أخطاء فيها. هذا الأب هو الأستاذ الدكتور عبد الله الدنان، وهو فلسطيني عاش في سوريا، كان يقيم في سوريا سنة 1948، وحاصل على الماجستير في التربية والدكتوراه في العلوم التربوية وفي العلوم اللغوية. هذا الرجل سجل كل ما فعله مع ولده باسل، ويعني أريد أن أعرض لكم هذا المقطع للأبي والطفل وهما يتحدثان باللغة العربية. لا تريدها أن تنزل من هنا، لماذا؟ هكذا، انظري إنه كيف، انظري، طيب. ماذا تنزل هكذا؟ طيب اسمع، تعال أولاً أنا أرميها مرة، أنا أرميها مرتان، وأنت ترميها مرتان، صح؟ تريد ذلك؟ يدي حتى لا تقع. تضع يدك لماذا؟ حتى لا تقع. ما هو الذي سيقع؟ الكرة، الكرة. سأضع يدي. طيب، على يدي. نزلت على يدك؟ والآن دوري، ضع يدك هنا. لعبة ماذا؟ لعبة ماذا؟ طب الآن نتكلم معك، وأنت أولاً، أنت تتكلم وأنا أتفرج تتكلم. طب اسمع، أبعد قليلاً، أبعد قليلاً، أقعد هنا. يعني تتكلم؟ سأتكلم مع العصفور، انظر، أولاً سأكلمه، سأسأله سؤالاً، هل كان معك عند الشجرة؟ عندما كنت أنت فوق شجرة التفاح؟ لا، لم يكن معي. لم يكن معك؟ من كنت كان معي سلة. كان معك سلة، وماذا فعلت أنت عندما كنت على شجرة التفاح؟ كنت أنزل. لا، أخذت تفاحة، صح؟ لا، لم أكن نزل. نزل؟
عنده أكل بالتفاح، ثم أكلتها أكلتها وأخذته إلى تحت. لمن أعطيت التفاحة؟ لا أكلتها. لكن تفاحة أخرى، أنت أخذت تفاحة أخرى، ألا تتذكر؟ لا لم أخذ. لم تأخذ تفاحة أخرى؟ لا. التفاحة التي رميتها للأرنب. طب يعني هو يعرف أن يأكل التفاحة العصفور؟ يعرف. طب يعني أرضه لهم؟ الآن؟ إيه؟ ولكن هو يحب الحبوب أكثر، انظر إلى الحبوب هذه، إنه يأكل حبوباً، ماذا تأكل العصافير؟ طب أريد أن أرى كيف تأكل حبوباً. كيف يأكل العصفور حبوباً ها؟ يعني هذا، طب يعني كيف نصيده هذا العصفور؟ كيف نصيده؟ إيه؟ كيف نصيده؟ أنا عندي حب، ودخل الحب في عنقه فأسحبه. ها؟ تدخل الحبل أين؟ إيه، وأخلي الباب والشباك مغلق حتى لا يدخل. وأنا الطعيم في عند مكان وأخذه، وبعد ذلك أضعه في القفص. في القفص، لماذا تضعه في القفص؟ حتى لا يتحرك، حتى لا يطير بعيدا. طب أتكلم في الميكروفون. اترك الميكروفون أنت، أتركه. يعني لا تتكلم؟ أنا أتكلم والميكروفون يسجل صوتي ويسجل صوتك أنت أيضا، صح؟ طب اسمع، اتركنا الآن من العصفور، نريد أن نتكلم عن الكرة، ما لونها تعرف؟ لونها أصفر. وهذا؟ وهذا أيضا لونه ماذا؟ أصفر. وهذه لونها ماذا؟ أنا قلت. أنت قلت عن هذه وأنا أقول عن هذه؟ هل تعرف عن؟ وأنت دور. أنت دور، هذه لونها أحمر. وهذه لونها، الآن دوره، جاء دوره. قربت على جلدي. إذا قربت على ذيل العصفور يقفز ويزعل. لا 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 يزعل. كيف؟ طب أنا إذا قربت على أذنك ألا تزعل؟ لا أزعل. تزعل؟ لا. طب اسمع، سنضع العصفور بعيدا قليلا، سنضعه بعيدا. لماذا تنفخ عليه؟ حتى يفرح. وإذا نفخت عليه يفرح؟ إيه. طيب اسمع، فصر له، ربما يفرح. طيب طب انظر كم عينا له. يعني أظن أقطع في غاية اللطف وفي غاية الجمال. يعني هذا رجل يحيا معنا في القرن 21، ويعني أخرج ابنه متكلما للغة العربية. ثم بعد ذلك، بعد هذا الولد، هو الدكتور عبد الله الدنان يقول إنه رزق ببنت صغيرة اسمها لونا، فصاروا ثلاثة يتحدثون اللغة العربية. الأستاذة صيماء، تريدين المشاركة؟ تفضلي. شكرا لك. أعتقد أن مثل هذا الفيديو يؤكد على السؤال الذي طرحتيه منذ قليل، هل تعلم اللغة العربية في وسط هذا الزخم من اللغات الأجنبية، هل هو أمر صعب أم ممكن؟ أعتقد أن الأمر بكل بساطة هو نعم يمكن، هناك عقبات ولكن الأمر في غاية السهولة واليسر، لأن هذا الأستاذ حينما تفاعل مع ابنه في المراحل الأولى لاكتساب اللغة كانت هو استغل الفترة الزمنية لتشكيل اللغة الذهنية عنده. يعني منذ اليوم الأول الطفل هنا يسمع فقط، هو لا يستطيع التحدث، هو يسمع فيقوم بتخزين كل الكلمات والمعلومات التي تصدر منه. أنا أعتذر، ثانية واحدة، فقط هذا ما أود المشاركة فيه. أستاذة صيماء، جزاك الله خيرا. صوتي واضح، أنا لم أعد أسمع شيئا. كما قالت الأستاذة صيماء أن هذا الفيديو أو هذه التجربة تؤكد على إمكانية تعلم الأطفال واكتساب الأطفال بطريقة فطرية، فقط
إذا اتخذ القرار، سواء كان قرارا شخصيا من الأب والأم، وسواء كان قرار يعني مجتمعيا من المدرسة أو من الحضانة تحديدا. ونحن نتكلم عن سن ما قبل السادسة، فنحن نبدأ من سن الحضانة وليس من سن عن التجربة كما تحدث عنها صاحبها الدكتور عبد الله. قال إنه اتفق الرجل مع أمي الولد أن تتحدث هي معه بالعامية، وكانت العامية السورية، وظل هو يتحدث معه باللغة العربية الفصيحة الصحيحة طوال السنوات عمره. فكانت النتيجة أنه في الثالثة كما رأيت منذ قليل يتحدث بطلاقة شديدة. وحينما رزق بابنة بعده واسمها لونا، طلب من أخيها أن يتولى مهمة الحديث معها بالفصحى، وصاروا الثلاثة يتكلمون في البيت بالفصحى، وكانوا يترجمون عن العامية. يعني كان الرجل يقول لابنه مثلا: قل لأمك أنني أريد، أو أننا نريد أن نذهب إلى السوق اليوم. فكان الولد يقول لأمه هكذا بالعامية: بابا ليست هناك مشكلة، وليست العربية عائق أمام أن يتحدث أو باللهجة العامية التي تحدث بها من حوله، ويتحدث جعلنا أن ننتقل إلى الشريحة الأخرى ونسأل سؤالا: ماذا أثبتت هذه التجربة؟ يعني في عجالة أنا أريد منكم بعض النقاط التي ترون أن هذه التجربة أثبتتها، غير أنه من الممكن أن نتحدث أن نعلم أطفالنا، أن نكسبهم إياه أيضا غير هذا الأمر. هل هناك من أحد؟ الأستاذة سارة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذة فاطمة تفضلي. أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، أهلا بك. ما شاء الله جزاكم الله كل خير. الموضوع شيق جدا وجميل ومهم جدا لجعل أبنائنا إن هم يتقنون اللغة العربية بطريقة صحيحة. تجربة باسل تجربة ناجحة وما شاء الله ممتازة، لأنه هو بدأهم أو كانت النية من البداية أن يبدأوا مع الطفل منذ نعومة أظفاره بتعليم اللغة العربية الفصحى، وفعلا بالفعل جاءت النتيجة جميلة جدا وشيقة. فإذا القدوة هو أولا الفطرة عن طريق اكتساب اللغة مهمة جدا، وأيضا القدوة، فالأب كان قدوة حسنة لابنه فبدأ يعلمه الكلمات ويعلمه الطريقة ويعلمه، فاكتسب كل هذه الأشياء بالفطرة، فأصبح يتكلم بطلاقة بدون أي شيء، حتى بيجزم الفعل بدون ما يعرف إيه السبب، أو يرفع المرفوع بدون ما يدري. ولكن دي طريقة جميلة إن الطفل بيكتسب هذه المهارة ويتعلمها بسهولة في بداية حياته. ولذلك كان دائما يقولون بأن القدوة، التعلم بالقدوة، لها شيء مهم وأساسي في حياة الطفل. حتى قال الإصمعي في بعض أبياته: مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه، أما تدري أبان كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فإذا التعليم بالقدوة ده شيء مهم جدا وضروري إن احنا نلتزم بيه ونمارسه، لأن طبعا إذا لم نمارس النطق بالفصحى والنطق بالعربية فأكيد هتتخلى عنا هذه اللغة. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذة فاطمة على هذه المداخلة الثرية والجميلة، أحسن الله إليك.
شكرا. الأستاذة سارة، كنت قد رفعت يدك صحيح؟ نعم صحيح. تفضلي. عفوا على الله. أعتقد أن أفضل ما في هذا المقطع هو أن اللغة العربية لغة جميلة جدا، وليست ثقيلة على اللسان أو ثقيلة على السمع. بالعكس، استمتعت بها، أحسنتي. استمتعت بسماعها من الأستاذ ومن الطفل، ولم أجد كما يروجون لها أنها لغة فقط المسلسلات التراثية أو أفلام الكرتون. بالعكس، هي لغة يمكن نعم. التعامل معها يوميا، واستخدام عبارات بسيطة وليست معقدة، وفي نفس الوقت تعويد اللسان عليها. فأعتقد أن هذا ربما يشجع البعض على إعادة هذه التجربة مع أبنائهم بإذن الله في المستقبل. نعم، جزاك الله خيرا أستاذة سارة، يعني أحسن الله إليك. هذا فعلا مما أثبتته هذه التجربة، أن اللغة ليست بهذه الصعوبة التي يدعونها، أو أنها ليست حقرا على التراث أو على الأدب أو على العصور القديمة كما يشاع عن العربية، بل نحن نستطيع أن نتعلمها ونتكلم بها وأن نعيش بها ونتواصل بها، وهي من إحدى الأشياء أيضا التي أثبتتها تجربة باسل. جزاك الله كل خير. أنا أعتقد أن من إحدى الخرافات التي بددتها هذه التجربة أننا لكي نتقن اللغة العربية الفصحى يجب علينا أن نتعلم ونتقن النحو العربي. يعني هذه من إحدى الخرافات الشائعة عن اللغة العربية. أنت إذا أتيت إلى أحد البالغين أو إلى طفل حتى يدرس العربية في مدرسته، يقول لك أنا أبغض النحو، أنا لا أحب اللغة العربية فلا أفهم النحو. النحو هذا المسكين الذي جعلوه يبدو كالوحش، وهو ليس كذلك. يعني هكذا أنتم ترون الرجل يكلم ولده بلغة بسيطة ولكنها صحيحة جدا، والطفل في عمر الزهور، في عمر السنوات الثلاثة، يتكلم بمنتهى الهدوء وبمنتهى السلاسة. لأن شرط هذه التجربة كما قال صاحبها الدكتور عبد الله الدنان، أن يتكلم المتكلم بلغة فصيحة، لأن الطفل سينسخ ما يسمع، سيحاكيه محاكاة غير عادية. كذلك قيل أيضا، ومن الخرافات التي كانت أيضا تشاع وأثبتت عكس ذلك، أثبتت التجربة عكس ذلك، أن من يتكلم العربية لن يستطيع التفاعل في مجتمعه. هل صوتي واضح لديكم؟ هل صوتي واضح يتقطع واضح عندكم؟ واضح، لا واضح نعم الحمد لله. نعم نعم جزاكم نعم، الله خير. إذا ولكن ممكن أستاذ محاضرتك، ممكن أحب أضيف إضافة على هذا، على هذه النقطة بالذات، تفضلي هو أن أستاذ. الإنسان لكي الوالد أو الأب أن يكون بهذه الصورة، لابد أن يكون متقن للمادة أو يكون متقن للغة، لأنه نعم يقول الكلمات صحيحة ويقول الجمل نعم سليمة. هو شرط فالطفل أساسي. يكرر، ده الشرط الأساسي، نعم فالطفل لنجاحكم. يكررها، فالطفل يكررها كما سمعها، ولكن نعم لا يعرف الـ 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 لا يعرف الموقع الإعرابي لهذه الكلمات، نعم لا فلكي يعرف الأسباب. لا يعرف الأسباب حقا. فبالتالي لابد علينا أن ننمي القراءة لدى الأطفال، نهتم بكتابة موضوعات التعبير، بأن الطفل يعبر عن الأشياء التي يراها، أو يعبر عن ما يشعر به أو ما يحس به، أو عن ما يدور بخياله أو ما يدور في العالم من حوله، وذلك بالاهتمام بمادة القراءة أو بمادة التعبير خاصة.
بنشجع الطفل على كتابة مثلا بيت من الشعر قرأه وأعجب به فيسجله في كراسة خاصة، إذا أعجب مثلا أو بحكمة بقول مشهور، فكل هذه الأشياء بتكون في عقلية الطفل إلى أن يحتاج إليها بيخرجها صحيحة سليمة كما سمعها. نعم أستاذة، لكن لا خيرا، ولكن مرحلة الكتابة تبدأ بعد سن السادسة نعم، تقريبا، يعني مرحلة الكتابة ممكن، هي مرحلة بدأوا تالية جدا عن طبعا، هذا السن، طبعا طبعا، هو هو في يعد البداية، استكمالا، يعني هو هذا يعد استكمالا نعم نعم لمشوار التحدث والاستماع. طبعا تمام، نعم، أحسنت، جزاك نعم الله خيرا. نحن وياك. من الأشياء التي أثبتتها هذه التجربة على لسان صاحبها الدكتور عبد الله، قال إن أولاده بعدما أتقنوا اللغة العربية في سن صغيرة حتى قبل دخول المدرسة بكثير، قال إن أدائهم الدراسي فاق أصدقائهم وأقرانهم، يعني لم يؤثر هذا سلبا على الأقراء عليهم عفوا، وعلى تلقيهم للمواد المختلفة باللغة العربية، لأنهم ببساطة لم يتفاجأوا بالأمر. يعني أنا حينما أدخل الطفل الصغير وأبدأ في تعليمه اللغة الجديدة أو اللغة العربية بطريقة جديدة، وأقول له كل يوم إزيك، أنت عامل إيه؟ وأدخله إلى الفصل وأقول له قل كيف حالك؟ هذا يعد مخزونا جديدا، لغويا جديدا، بالطبع سيأخذ وقتا طويلا لأن نحافظ عليه أو أن يتعلم به، ولكن أولاده لأنهم كانوا متقنون لهذا قبل دخول المدرسة فإن أدائهم الدراسي فاق زملائه، وهذه من إحدى الأشياء التي أثبتتها هذه التجربة. طيب، فات الوقت وكبر أولادي ولم يعني لم يتعلموا اللغة العربية بطريقة سليمة في الصغر، ماذا أفعل؟ هل انتهى الأمر عند ذلك الحد؟ هذا هو الدكتور عبد الله الدندان صاحب التجربة الذي كان في الفيديو منذ قليل. الآن في مرحلة ما بعد الاكتساب الفطري، ماذا أفعل مع أولادي برأيكم؟ من يحب أن يشارك؟ الأستاذة سارة تفضلي. كان لدي سؤال بخصوص النقطة السابقة، تفضلي. هل على المربي أن يكون متمكنا من اللغة العربية حتى يطبق هذه التجربة، أم نعم. يبدأ مع أبنائه وبالممارسة يتعلم من أخطائه ويتطور مستواهم مع بعضهم البعض؟ هذا سؤالي. تمام أستاذة سارة، سأجيبك. الدكتور عبد الله الدنان لم يكتفي بهذه التجربة مع أولاده باسل ولونا، يعني هو لم يكتفي بها، ولكنه سنة 1988 في الكويت أسس حضانة واسمها عفوا في الكويت واسمها روضة الأزهار، وأراد أن يطبق هذه النظرية على الأطفال الصغار في هذه الحضانة. تمام، فطلب من جمع يعني عدة معلمات ومعلمين يشاركونه هذا التطبيق ويعملون معه في الأمر، فحينما اختبرهم في الحديث بالفصحى تحديدا وجدهم لا يحسنون الحديث بالفصحى، ووجدهم يخطئون أخطاء كثيرة، فماذا يفعل؟ لم يبدأ معهم أو بهم التجربة إلا بعد أن صمم لهم برنامج يدربهم فيه على الحديث بالفصحى، وكتب كتاب اسمه قواعد اللغة العربية، جعل هذا الكتاب للتدريب فقط على المحادثة العربية، وكان هذا الكتاب يعني المتمم لنظريته العملية، كان هذا الكتاب هو تقريبا الشق العملي.
فهو اشترط في المعلمين الذين سيعملون معه أن يكونوا متقنين تمام الإتقان للغة، وهذا هو شرط أساسي، سواء الأب أو الأم في البيت، سواء كان المعلم في المدرسة أرادوا أن يطبقوا هذه التجربة مع أطفالهم أو مع أبنائهم أو مع يعني الصغار في الحضانات وفي المدارس، الشرط الأساسي لهذا الأمر أن يتقن الرجل أو يتقن صاحب التجربة أو المتكلم اللغة إتقانا تاما. لماذا؟ لأن الطفل كما عرفنا سابقا سينسخ ويحاكي محاكاة منضبطة لهذا المتكلم. تمام، جزاكم الله خير. وإياك وإياك. طيب، كيف أعلم أولادي بعد سن الاكتساب؟ أي اقتراحات لهذا الأمر؟ أنا الآن ولدي صار في سن العاشرة، ماذا أفعل معه؟ لا أحد لديه اقتراحات؟ طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أستاذ. حياك الله دكتورة. يمكن أن أعلمهم ذلك عن طريق المحاكاة، يعني أتحدث معهم في مواضيع صغيرة، أو أن أقول مثلا قصة وأطلب منه أن يعيد القصة، سرد القصة بأسلوبه الخاص، فهكذا يقلد أو يقلد ما أقوله باللغة العربية الفصحى، أو حتى أحيانا أتحدث بطريقة التعليق الصوتي وأقول له قلد طريقتي، فسيقلد بنفس الطريقة وباللغة العربية الفصحى. هذا اقتراح عن تجربة يعني. شكرا لك. طيب، أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم حتى لا نسرقنا الوقت أكثر من ذلك، في عجالة سأقول عدة اقتراحات لتمكن أو يعني لإدراك ما فات الطفل وهو صغير بشأن اللغة العربية. لدينا الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، هم المهارات الأربع لتكوين أي لغة عند الإنسان، حتى ولو بشكل واع، حتى ولو بطريقة تعلمية. ماذا يمكنني أن أفعل؟ ينبغي أن أشجع أولادي على القراءة باللغة العربية، أشتري لهم القصص وهم أطفال، أشتري لهم الكتب وهم مراهقون، وأشتري لهم الكتب الكبيرة يعني وهم كبار. أشجعهم على الاشتراك في أنشطة القراءة والكتابة والإلقاء باللغة العربية الفصحى. يمكنني أيضا أن أخصص أوقاتا معينة بيني وبينهم لتعلمي ولتعلمهم، ونتشارك فيها الحديث بالفصحى. ربما يستغربون الأمر في أوله، ولكن بعد ذلك إذا صمم الأب أو الأم على هذا الأمر فسيمكنهم تقبل الأمر، وربما يحبونه بعد ذلك. كذلك يمكنك أن تطلب من ولدك أن يعبر عن نفسه بالكتابة، عن نفسه بالكتابة. أيوة، هل من يريد؟ هل هناك من أحد؟ لا تمام أستاذ واصلي، بارك الله فيك. تمام. يمكنني أن أطلب منهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالكتابة. ربما وجدت، لو يعني لو وجدت من ولدي وتلمست فيه موهبة في الإلقاء، في الكتابة الأدبية، في كتابة القصص، في كتابة الرواية، يعني ينبغي أن أنميها وأن أساعده في ذلك. كذلك يمكنني البحث في المحتوى العربي عن ما يمكن أن أسمعه لأولادي باللغة العربية الفصحى. المحتوى العربي كبير على الإنترنت تحديدا، هناك يعني هناك برامج قديمة كانت تقدم اللغة العربية الفصحى بطريقة رائعة، وتحديدا كالإذاعة المصرية القديمة.
هناك البرامج أيضا التلفزيونية التي كانت قديما تقدم باللغة العربية الفصحى، كل هذا يمكن أن يساعد وأن يسهم في إثراء هذه اللغة عند الطفل بعد اجتيازه سن العاشرة. أريد، يعني أنا أنهيت اقتراحاتي هكذا. أريد أيضا أن أنوه على أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بقدر ما هي، يعني بقدر ما أفسدت وبقدر ما ربما تكون لها مساوئ كثيرة، ولكنها أيضا لها جانبها الجيد. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بسببها حصل ثراء واسع في المحتوى العربي، سواء في مجال الكتابة أو في مجال البرامج التي تقدم باللغة العربية الفصحى، أو حتى في التواصل والتشارك باللغة العربية الفصحى كما نفعل الآن على زوم مثلا. يعني نحن نجلس في مبادرة أكبر أهدافها أن نتكلم نحن باللغة العربية، حتى وإن كنا نخطئ، حتى وإن سهونا، ولكننا نحاول. حبذا لو يدفع الأطفال أو المراهقون أو الشباب إلى مثل هذه المبادرات وإلى مثل هذه المشاركات والمدارس، هذا سيرفع من كفاءتهم اللغوية، سيرفع من كفاءتهم الفكرية، سيرفع من أذواقهم في اختيار كل شيء، أذواقهم في من يسمعون إليه، فيما يرتدونه، فيما يتحدثون معه، حتى عاميتهم سترتقي وستصبح يعني أكثر جمالا. أشكركم جميعا أيها الجمع الطيب على هذا الحضور، وكنت سعيدة جدا أنني اشتركت في هذه المبادرة. شكر الله لكم جميعا، شكر الله للقائمين على المبادرة، الأستاذ الدكتور أحمد حسن، الأستاذ الدكتور محمد عمارة الذي أتعبته كثيرا، شكرا لكل الأفاضل والأساتذة الذين حضروا في هذه المبادرة، والذين حضرت مجالسهم، ومن لم أحضر مجالسهم فاستمعت إليها مسجلة عبر اليوتيوب، جزاكم الله خيرا عني خير الجزاء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك كثيرا يا ربنا ونتوب إليك. أحسن الله إليكم أستاذتنا، وتقبل الله منا ومنكم، وجزى الله الحضور خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.